وأي شيء في حياتنا أعظم من أمهاتنا. يا الله، كيف يحتمل الإنسان فراق أمه التي تلقته نطفة لا ترى، وتشكل في أحشائها خلية خلية، وتكون عظمه من دمها، ونبت لحمه من حلو لبنها. أمك التي لا يلد لها طعام ولا يهنأ لها مقام حتى تراك من السمع والبصر، كم آثرتك على نفسها مع الخصاصة، كم سهرت لتنام، كم جاعت لتشبع، وكم شقت لتسعد أنت. أسألك بالله، من ذا الذي يسد الفراغ الذي تركته أمك، وهي التي كانت لا ترى الحياة إلا من خلالك والسعادة إلا بوجودك، بل جعلت أكبر همومها أن تحملك في بطنها وتحضنك في حجرها وترطبك بنظراتها وترويك من صدرها، فأنت لها الأجمل منظرا والأعذب صوتا. ويوم أن عققتها ردت جفاءك بحبها وغلظتك بشفقتها ونسيانك بسؤالها عنك. والله ما عرف قدرها إلا الله حين جعل الجنة تحت أقدامها، وجعل النظر إلى وجهها عبادة، وربط حقه بحقها وشكره بشكرها. قال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه ثم رغم أنفه ثم رغم أنفه. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك والداه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. عن رفاعة ابن أياس قال: رأيت الحارث العلكي في جنازة أمه يبكي بكاء شديدا، فقلت: لما كل هذا البكاء؟ قال: كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة، كيف لا أبكي وقد أغلق عني اليوم باب من أبواب الجنة. أماه أماه أنيني مرتفع يسمعه القاصي والداني، أماه ذكرتك غائبة فسئمت زماني ومكاني، أعياني رسمك في ذهني وجها يستجمع أحزاني. يا ملك الموت يا ملك الموت، أما تدري من بعدك هدت أركاني، وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان. سأبرك أمي فاقتربي، فالدمعة تحرق أجفاني. أماه تعالي مسرعة كي أشعر يوما بحناني، أو فابن عندك لي قبرا كي أدخل كهف النسيان. عجبا أماه لمن يبدي للأم صنوف النكران، لو سلبوا يوما بسمتها غنوا للبر بألحاني. ندموا من فرض جهالتهم أن باعوا بالباقي الفاني. فالأم نعيم يعرفه فالأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحرمان. بكيت وهل بكى. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.